The Right Honourable President. سعادة رئيس مجلس وزراء جمهورية مصر العربية، سعادة وزير الري، أصحاب السعادة، السادة الوزراء، وزراء المياه والصرف الصحي في القارة الإفريقية والحاضرون معنا، أصحاب السعادة المعنيين بمفوضيه الزراعه والمياه في الاتحاد الافريقي، والساده من بنك التنميه الافريقي، ورئيس مجلس المياه العربي، وسعاده المدير العام لمنظمه الفاو الاغذيه والزراعه، وسعاده المدير المعني بمديريه البيئه في الاتحاد الافريقي، الممثلون من الدول الاعضاء، شركائنا في مجال التنميه، أعضاء الصحافة، السيدات والسادة، يشرفني أن أتحدث إليكم في هذا الافتتاح لأسبوع القاهرة المياه السابع وأسبوع إفريقيا المياه التاسع. إن أسبوع أفريقيا للمياه يعتبر مبادرة كبرى من جانب المجلس الوزاري المعني بالمياه، وسوف يحوي الكثير من تشارك المعارف والمعلومات والخبرات حول إدارة المياه، بالإضافة إلى توريد المياه وخدمات الصرف الصحي في القارة الإفريقية. فمن خلالكم رئيس الأمكاو، نود أن نعرب عن امتناننا إلى مصر شعبا وحكومة، وذلك لجمعنا هنا اليوم من أجل أن نتناقش حول هذه القضايا المهمة على مدار الأسبوع. نيابة عن مجتمع المياه في إفريقيا، اسمحوا لي أن أعرب لكم عن بالغ الامتنان إليكم، ولا سيما سعادة رئيس مجلس الوزراء، وذلك بتشريفي هذا الافتتاح بحضوركم. اليوم نجتمع هنا اليوم متحدين، يجمع بيننا هدف واحد، وهو مجابهة التحديات التي تواجه القارة من أجل أن نضمن جودة لإدارة موارد المياه وتوفير ما يكفي من خدمات الإصحاح وتوريد المياه. إن إفريقيا التي نتطلع إليها تفرض علينا أن نحدد ما نود أن نحققه بحلول 2025، وهذا يتطلب منا أن نشرك الجميع في نقاشات بناءة من شأنها أن تحدد ما هو مهم لأن نحققه في المستقبل من أجل أجندة المياه والصرف الصحي. هذا المؤتمر وأسبوع القاهرة للمياه يشكل منصة لتشارك المعارف وفضل الممارسات والحلول المبتكرة، بينما نعمل على تأمين مستقبل مستدام وصحي للجميع. دعونا ننطلق في هذه الرحلة التي سوف تحدث تحولا، ونعزز التعاون فيما بيننا من أجل أن نحقق النمو الاقتصادي. هذه العوامل هي ما فرضت علينا مؤسسة هذا الأسبوع، أسبوع أفريقيا المياه، والذي يخص حياة الملايين من الأشخاص الإفريقيين. هذا العام 2024 هو العام الأخير قبل آخر محطة لرؤية إفريقيا 2063، ومن ثم فإن موضوع هو وضع المياه والصرف الصحي في قلب تحقيق أجندة 2063. هذا هو الشعار. هذا يعني منذ سنة 2000 منذ اعتمدت هذه الأجندة كنا في دأب من أجل تحقيق هذه الرؤية، لكن يجب أن نحدد الجهود، وهذا يعكس كيفية تعاملنا مع التحديات الماثلة. هذا يفرض علينا اختيار ما علينا أن نحققه من أجل أن ننتقل نحو تحقيق رؤية إفريقيا. يجب أن نتفكر أيضا في التحديات الناشئة، تغيرات المناخ، التكيف مع تغيرات المناخ والمياه بوصفها متغيرا هاما في هذه المعادلة. يتطلب منا أن نعطي أولوية لاستثماراتنا في المستقبل. إن مراجعة أدائنا حتى هذه اللحظة مهم، لقد جابهنا تحديات كثيرة
فرضت علينا أن نرقى إلى مستوى هذه التحديات لكي نفكر في الرؤية المستقبلية للمياه في أفريقيا وما يتعين علينا، حيث يجب علينا أن نوفر إطارا للوفاء بوعدنا لوضع المياه والصرف الصحي في قلب أجندة أفريقيا 2063. هذا يتطلب منا أن نعتمد نهجا جديدة من أجل تحقيق هذه الرؤية. اعتذاراتي. إن ترسيخ مبادئ توفير المياه سوف يساعدنا على تحقيق توفير خدمات المياه والصرف الصحي، وهذا جزء جوهري من أجندة القارة. جزء من ذلك هو الاستثمار في البنية التحتية بالإضافة إلى وضع سياسات فاعلة والسماح بإتاحة ما يكفي من موارد المياه. شركاء التنمية سوف يواصلون دعمهم بتقديم الدعم الفني وتوفير ما يلزم من موارد مالية. دعوني أدعوكم جميعا لأن تأخذوا في الاعتبار أنه بالإضافة إلى الحديث علينا أن نتبع القول بالفعل. يجب أن ننفذ ما نفعله من أجل أن نجلب التغير الإيجابي الذي نتطلع إليه. في الختام دعونا نبدأ هذا المؤتمر بحس من الالتزام والإخلاص نحو هدفنا بتحقيق أو بالبلوغ أفريقيا التي نتطلع إليها، وأن ندعم بعضنا بعضا وأن نتعاون سويا من أجل أن نخرج بحلول مبتكرة لتحقيق أهدافنا المشتركة. شكرا جزيلا.